تيك توك ضد ميتا ويوتيوب، ليمون 8 ضد انستغرام، واخيرا تونغ تشام وون ضد شات جي بي تي. ما ذكرته يعد ضمن أسلحة حرب التطبيقات الطاحنة بين الصين وأمريكا، الدولتان اللتان تسعيان حرفياً للسيطرة على العالم تكنولوجياً. كما تعلمون، يواجه تيك توك الذي يستخدمه نحو 150 مليون شخص في أمريكا مشروع قانون في الكونغرس لحظره بشكل كامل في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لمصلحة بكين ونشر المحتوى الخطير، وهو ما تنفيه إدارة التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية. لكن تيك توك المنافس البارز أيضاً لتطبيقات شركة ميتا على صدارة السوشيال ميديا عالمياً لم يهدأ، فبتزامن مع حرب حظره أعلن مؤخرا عن خطة لإطلاق خدمة سيريز التي تستهدف صناع المحتوى الطويل، بحيث يمكنهم إنتاج مواد تصل مدتها لعشرين دقيقة، وهو ما اعتبر ضربة قوية لمنصة يوتيوب. فصل آخر شهدته هذه الحرب قبل أيام قليلة فقط، عندما سجل تطبيق ليمون 8 عدد مرات تحميل عالية جدا في أمريكا. فهذا التطبيق المملوك لبايت دانس أيضا أصبح منافسا شرسا لمنصة إنستغرام رغم إطلاقه في عام 2020. ما أحدثه ليمون 8 اعتبره خبراء مناورة ذكية من الشركة الصينية للبقاء في السوق الأمريكي في حالة صدور قرار يحظر تيك توك بشكل نهائي. آخر فصول الحرب الطاحنة هو إعلان شركة علي بابا الصينية اليوم عن خطتها لإطلاق روبوت دردشة على غرار تشات جي بي تي. البرنامج الصيني يحمل اسم تونغ تشيان وون، أي الجواب من ألف سؤال، وسيؤدي عدداً من المهام أبرزها تحويل المحادثات في الاجتماعات إلى ملاحظات مكتوبة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المهام المشابهة لتشات جي بي تي. في النهاية يطرح سؤال يشغل بال الكثيرين، من الذي سينتصر، واشنطن أم بكين؟